السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف ازاي نخفي شبكة الواي فاي، وهنعرف ازاي نغير الاسم وكلمة السر الخاصة بالراوتر، وكمان هنعرف ازاي نقلل السرعة بتاعة الراوتر علشان الباقة تكمل معانا لاخر الشهر. كل ده هيكون من خلال الموبايل بتاعك. اول حاجة هتروح تفتح الواي فاي على الموبايل بتاعك زي ما هو موجود عندي فوق دلوقتي. بعد كده بتروح تدخل على جوجل كروم، بعد كده بتروح تكتب الارقام بتاعة الاي بي ادرس الخاصة باعدادات الانترنت. هتظهر معاك في الاختيارات فهتضغط عليها، بعد كده هتظهر قدامك الصفحة اللي انت شايفها، هتختار اول اختيار، بعد كده هتروح تدخل على اول لينك موجود، وبتيجي تحت على كلمة advanced وبتضغط عليها، بعد كده بتختار الجملة اللي هي proceed to unsave وبتعلم عليها. هتفتح قدامك الصفحة اللي انت شايفها دلوقتي، دي الصفحة الخاصة باليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي هم موجودين على ظهر الراوتر بتاعك. فبتيجي على اليوزر نيم، هتكتب كلمة ادمن، وبتيجي على الباسورد بتاعك ده موجود برضو في ظهر الراوتر بتاعك، بتكتب الرقم اللي هو موجود جنب كلمة باسورد بالظبط بالحروف الكابيتال والحروف السمول. بعد كده بتدوس على كلمة لوجن، هتفتح معاك الصفحة بتاعة اعدادات الراوتر الخاصة بيك. هتيجي بعد كده بتروح على كلمة نتورك، ومن نتورك بتختار حاجة اسمها WLAN، ومن WLAN بتختار SSID setting. بعد كده هتيجي على كلمة hide SSID وبتعلم عليها، ديت الاعدادات بتاعتها بتكون كده في الاول، لكن انت بتعلم عليها علشان يخفيلك الشبكة بتاعتك. وهنا الماكسيمم كليانت دي بتكون خاصة بعدد الاشخاص اللي هم يقدروا يدخلوا على الراوتر بتاعك في وقت واحد، فانت اللي بتحدد عدد الاشخاص اللي بيدخلوا على الراوتر بتاعك، فبتيجي هنا وبتختار العدد اللي انت عاوزه. بعد كده ال SSID name ده بيكون خاص باسم الراوتر بتاعك، فبتيجي هنا وبتمسح اسم الراوتر بتاعك وبتسجل باسم جديد، وبعد ما بتخلص بتنزل تحت على كلمة submit وبتعلم عليها. كده انت عملت اخفاء للشبكة وحددت عدد الاشخاص اللي هم هيدخلوا على الشبكة بتاعتك، وكمان غيرت اسم الشبكة. بعد كده هتدخل على كلمة security اللي هي موجودة تحت كلمة SSID، دي علشان تقدر تغير كلمة السر بتاعتك على الراوتر. فبتيجي هنا على الباسورد وبتبدأ تمسح الباسورد بتاعك وبتكتب باسورد جديد، والافضل طبعا انك تكتب باسورد يكون صعب علشان محدش يقدر يدخل على الراوتر بتاعك خالص. بعد ما بتخلص بتنزل برضو تحت على كلمة submit وبتدوس عليها. بعد كده برجع تاني على كلمة network، ومن نتورك بختار ADSL Modulation، دي علشان أقلل السرعة بتاعة الراوتر، فبشيل العلامة اللي هي موجودة على ADSL 2 Plus و ADSL 2 Plus الأخيرة، بشيل علامة الصح من على 2 Plus اللي هي موجودة في القائمة اللي قدامي علشان السرعة تكون كويسة وعلشان الباقة بتاعتي تكمل لآخر الشهر. بعد كده بنزل على كلمة submit وبدوس عليها، هتلاقي عمل لك تسجيل خروج من الشبكة بتاعتك من على الموبايل اللي انت شغال عليه. فعلشان تبدأ دلوقتي تسجل دخول مرة تانية هتروح على علامة الواي فاي وبتخزن عليها، بعد كده هتبدأ تدخل على كلمة manually add a network علشان تكتب الاسم الجديد بتاع الواي فاي وعلشان تكتب الباسورد الجديد. كده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.